التركه الحلوه بقى عشان يبقى معاك استروب وتجانس، تحط عليه ورقه زبده كده يا حسني، وتروح يبصاج قده ضغط عليه عشان يتماسك مع بعض بس. تمام كده اهو، وتروح سايباه كده الورقه عليه عشان تلزق منه، واجيب التاني والتالت والرابع بتاعنا، ورقة زبدة برضو يا حسني على الوش، وتروحي ضغط عليه عشان لما تيجي تلفيه يبقى متجانس وزي الفل. والتالت 12 دقيقة بس يا حسن، 12 دقيقة عشان يطلع معاك السترول بتكنيك وحركاته وتفاصيله. درجة حرارة 220 ومشغلة النار فوق وتحت والمروحة، بأكد المعلومة والمروحة. تمام، أسيبه بقى كده يبرد، وتعالى بقى نحشي. بعد ما برد قشرت من عليه القشرة بتاعته يا حسني، تعالى بشربات خفيف بارد أسقسقه. خطواتك كده كلها قدامك اهو عشان أحشي، وبعد كده هنلف وهنجزع. ونقطع من بره وزي ما انت شايف، يبقى الشوكولاته برضو هسقيه شربات خفيف، والفراوله، وكل واحد هديله حشو شوكولاته، حشو مانجا، حشو فراوله، اذا حشو اللي عندك عايزه تعملي بمربات بدون كريمه زي ما انت عايز. تعالى للفراوله برضو يا حسني، نسقسقله شويه من الشربات الخفيف البارد، والسمك قدامك عشان الضغطه. السمك ده السمك ده عشان الضغطه اللي احنا عملناها دلوقتي عشان تلف معاك. تعالى بقى نوزع الكريمه لكل واحد فينا، والكريمه واقفه على حيلها عشان عملناها صح. تقدري تدي مربات تحته او تدي جناش تحته زي ما انت عايز، ما توقفيش على حاجه، اللي تحت ايدك اعمليه. يعني تقدري تدي هنا فراوله، شويه فراوله يا حامد للفراولة. تعالى نفرد ده، أهم حاجة في الفرد يكون السمك بتاع الكريمة قد سمك السيسرول عشان تستمتعي بيه لما تيجي تاكليه، يبقى الكريمة قد السيسرول، وتوزعيهم مع بعض بحرفية كده اهو مع بعض. وبعد كده هنحط شوكولاتة دبري أو شوكولاتة حبوب اللي عندك، أو زبيب أو مكسرات أو فستق زي ما أنت عايزة، ما تقفيش. والمانجا برضو